بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستاذكم أستاذ محمد عيسى. إن شاء الله نواصل درس قواعد اللغة العربية، خاصة الاسم الممنوع من الصرف. ودرسنا في الحصة الماضية الممنوع من الصرف، فذكرنا الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا ينون، لا يقبل تنوين. يعني بعض من وقلنا أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف أنه منون تنوين، فإذا لم يقبل التنوين فهل يكون اسما؟ نعم يكون اسما. ولذلك قالوا الاسم الذي لا يقبل التنوين يسمى ماذا؟ ممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين. الصرف هو التنوين، فالاسم الذي لا يقبل التنوين هو اسم يسمى الممنوع من الصرف، والذي يقبل التنوين يسمى أيضا المنصرف لأنه تنوين، مثل محمد وعلي يقبل التنوين. أما بعض الأسماء وردت في اللغة العربية مثل إبراهيم وإسماعيل، كلها ورد لا تقبل التنوين. فإذا قلنا مثلا جاء إسماعيل، لا نستطيع أن نقول جاء إسماعيل، لا يقبل التنوين. هذه الأسماء يسمى الأسماء الممنوعة من الصرف، لا تقبل التنوين. فذكرنا أن بحثنا أن الأسباب التي جعلت هذه الأسماء أنها لا تقبل التنوين أسباب كثيرة، منها سبب واحد هي التي جعلت الاسم ممنوعا من الصرف. هذا الاسم قلنا أنه إما أن يكون اسم مختوم بالماذا؟ بألف التأنيث المقصورة، أو مختوم بألف التأنيث الممدودة، أو صيغة المنتهى الجموع. هذه الدرس خلصناه وذكرناه، ما معنى المقصور وما معنى الممدود وما معنى صيغة المنتهى الجموع. واليوم ندخل صفة أخرى وهي ماذا؟ أعلام التي جعلت الاسم ممنوعا من الصرف، هي صفتين أو سببين، علم وسبب أخرى، أو صفة وسبب أخرى. يعني الذي له سببين التي جعلت الاسم أن يقبل التنوين ألا يقبل التنوين، فهو ماذا؟ إما أن يكون علما وسبب آخر، وإما أن يكون ماذا؟ صفة وسبب آخر. والآن إن شاء الله نبدأ الأعلام الممنوعة من الصرف العلتين للسببين، للسببين، سببين التي جعلت ماذا؟ هذه الأسماء لا تقبل التنوين. من هذه العلل علم وتأنيث، علم وتأنيث، أو علم وتاء تأنيث، علم وتأنيث، أو علم وتاء تأنيث، العلمية والتأنيث. بمعنى الاسم إذا كان في آخره تاء تأنيث، سواء كان هذه تاء هذا الاسم علما مذكرا أو علما مؤنثا، فيكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف. مثل ماذا؟ قتادة، ضلحة، حمزة، أسماء أعلام مذكرة ولكن آخرها تاء التأنيث، لذلك ممنوعة من الصرف. أو اسم ممنوع من الصرف لفظيا وهو ماذا؟ مثل خديجة، تاء آخره تاء التأنيث، وحليمة ومريم والسعاد. يعني المؤنث يقسم ماذا؟ يكون إما أن يكون تاء التأنيث مؤنث لفظي أو مؤنث معنوي. فخديجة وحليمة مؤنث لفظي، وزينب ومريم والسعاد مؤنث معنوي، يعني لا يوجد فيه تاء تأنيث. إذن السؤال قبل أن الذي يتبادر إلى الذهن، ما هو العلم أصلا؟ العلم هو اسم الذي يسمى به إنسان، علي، محمد، معاوية، هذا اسم علم، اسم الذي يسمى به إنسان يسمى علما، أو يسمى به مكانا، مدينة، هرقيسة، بربرة، أسماء مدن، هذا يسمى ماذا؟ علم، لأنه هذا الذي يتميز عن غيره. هذه الأسماء يسمى ماذا؟ علما ممنوعا من الصرف لماذا؟ للسببين، العلم والتأنيث، العلم وتاء التأنيث، هذه واحدة من هذه الأعلام. النقطة الثانية هي العلمية والعجمة، هي التي جعلت بعض الأسماء ممنوعة من الصرف، لا تقبل التنوين. مثل ماذا؟ اسم عجمي، ما هو الاسم العجمي؟
اسم العجمي هو اسم غير عربي او علم اعجمي حروفه اكثر من ثلاثه حروفه اكثر من ثلاثه هذا يسمى علم عجمي. علم عجمي تعريفه هو علم الذي غير عربي اولا ثم واكثر من ثلاثه احرف هذا يسمى علم عجمي مثل ابراهيم واسماعيل ولندن وفرعون وغيرها. وبالمناسبه هنا كل الاسماء او كل الاعلام خاصة أسماء الأنبياء كلها عجمية إلا ثلاثة أسماء شعيب وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء هذه الثلاثة تقبل التموين لأنها أسماء عربية صحيحة. أما أسماء باقي الأسماء الأنبياء كلها هي أسماء عجمية أسماء من إبراهيم وإدريس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل هذا أسماء عجمية أسماء عجمية كل الأسماء التي للأنبياء إلا ما عدا ماذا محمد وصالح وشعيب هذه لا تكون عجمية. واسم العجمي لكن واحد ممكن يسأل ويقول يا أستاذ أنت قلت كل الأسماء الأنبياء عجمية ولا تقبل التموين لكن هناك أسماء أنبياء تقبل التموين مثل نوح ولوط يا أستاذ وهود تقبل التموين مثل إنا أرسلنا نوحا فيها تموين فكيف وهل نوح عجمي ولا عرب؟ نعم نوح ولوط أسماء عجمية لكنها فقدت شروط العجمة وهو ماذا أن يكون ثلاثي هي ثلاثية ولكن أن يكون هذا الثلاثي الله يكون ساكن الوسط فإذا كان الاسم عجمي وثلاثي وساكن الوسط يكون ماذا ممنوعا من الصرف يقبل التموين لأجل هذا نوح ولوط وصاروا ماذا منونين في القرآن الكريم. هذه إذن الصفة الثانية العلة الثانية التي تجعل بعض الأعلام ممنوعة من الصرف هي العلمية وماذا والعجمة اسم علم وعجمي أيضا منها أسماء الأنبياء وأسماء المدن وأسماء بعض المدن. ثالثا التي تجعل الاسم ممنوعا من الصرف ولا يقبل التموين العالمية وزيادة ألف ونون أي اسم علم وآخره أو زادت به ألف ونون يكون ممنوعا من الصرف مثل ماذا؟ مثل عثمان مثل عثمان وقطفان وعمران وحمدان والسفيان كل هذه الأسماء آخرها ألف ونون زائدة فألف ونون زائدة بمعنى ماذا؟ عثمان أصله عثمان وحمدان كان حمد فزيد ألف ونون في هذه الألف ونون هي التي جعلت مع العالمية ممنوعا من الصرف مثل رمضان وشعبان وأشياء مثل هذه. هذه أيضا نقطة أخرى أو موضوع آخر جعلت بعض الأسلام بعض الأسماء ممنوعة من الصرف وهي العالمية وزيادة ألف ونون. رابعا العالمية وتركيب المسجد اسم مركب من كلمتين وعلم مثل ماذا؟ مثل حضرموت وبعلبكة وبيت اللحم وبخت نصر هذه الأسماء علم لأنها سميت ماذا مكانا أو ماذا إنسانا فصار لكنها مكونة من كلمتين مثل حضرموت مكونة من حضر وموت كلمتين فصارت كلمة واحدة ولذلك فسميت هذه المدينة حضر الموت فأصبح علما وبتركيب مسجد فصار ماذا ممنوعا من الصرف إذا حضر الموت وبيت اللحم ومعدي كرب لا يقبلان ماذا التموين هذا واحد. النقطة الخامسة التي جعلت بعض الأسماء ممنوعة من الصرف هي ماذا العلمية ووزن الفعل بعض الأسماء علم ولكن تأخذ وزن الفعل مثل فعل مضارع يزيد يزيد فعل مضارع لكن عندما نسميه واحد شخص اسمه يزيد يكون علما ويكون ممنوعا من الصرف لا يقبل التموين يزيد وهناك أسماء كثيرة موجودة يزيد مثلا وينبع وأحمد وتغلب قبيلة من قبائل العرب يشكر كل هذا ممنوع من الصرف لأنها أفعال سواء كانت ماضية أو مضارعة مثل اللي ينبع مدينة في السعودية كل هذا إذا كان الوزن هذه الأسماء علم ولكن جاءت على ماذا؟ على صيغة فعل فهذه أيضا ممنوعة من الصرف لا تقبل التموين ولا كسر.
هذه صفة. الصفة الأخيرة، النقطة الأخيرة التي تجعل الاسم ممنوعا من الصرف هو ماذا؟ العالمية والعالمية ماذا؟ ووزن الفعل، ووزن فعل، ووزن فعل، العالمية ووزن فعل. ما معنى وزن فعل؟ هذا الوزن أي اسم علم يأتي على هذه السياقة أو هذا الوزن يكون ممنوعا من الصرف، مثل ماذا؟ انظر، عمر، عمر، زحل، زهر، مضر، هذه الأسماء ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها جاءت على وزن فعل، فعل هذا السيق، هذا الوزن أي اسم يأتي، ويقال أنها 15 اسم فقط موجودة في اللغة العربية، وهذه أيضا بعض منها، منها خثعم وخشعم، أشياء مثل هذه موجودة. فهذه الأسماء وردت في اللغة العربية أنها جاءت على وزن فعل ولا تقبل تنوين، ولا تقبل مثل مضر وعمر وغزح، كل هذه العالمية ووزن فعل. هذه آخر شيء. إذن بعض الأسماء الممنوعة من الصرف جعلته ممنوعة من الصرف، لا يقبل التنوين، واحد من ستة، واحد من ستة، إما أن يكون العالمية والعالمية والتأنيث أو تاء التأنيث، العالمية والعجمة، العالمية وتركيب المزج، العالمية ووزن الفعل، العالمية ووزن فعل. هذه الستة ممنوعة من الصرف لعلتين، العلم وماذا وعلة أخرى، مفهوم؟ هذه الأشياء التي جعلت الاسم ممنوعا من الصرف، وهو العالمية وصفة أخرى. نأتي إلى موضوع الدرس الثاني الذي أيضا يكون اسما ممنوعا من الصرف بالحصة القادمة.